السلام عليكم يا جماعة الخير. تعال يا إمام. إمام مستحي إمام، قلت لكم في هنا طلاب اثنين من فلسطين من الجنوب من السبع بتعلموا هون، واليوم أنا جيت تعلمت شفت حصة الآيلتس كيف تمشي. عبيدة تعال يا عبيدة، عصاب بقولوا نعم، تعال عبيدة. يلا ظبط حالك عبيدة. أمه علمت أنا وياها بمدرسة دار الكرم برهط، فلما شفته هيك حسيت حالي رجعني ذكريات رهط. هي عبيدة هي رايحين على جامعة نيوكاسل عشان يشوفوا الطلاب الجامعة. روبي say hello to my followers. Vabbè, è molto più facile parlare in italiano. Ciao a tutti quelli che stanno ascoltando. Sai, ma alla fine è una brava ragazza. Pura tenetela bene, mi raccomando. Ciao a tutti. Translate إذا حدا فاهم. في واحد ببيع خضرة هنا. بسط هون. الخمسة بعشرة. الخمسة. ببيع خضرة سمين. البندورة. الخيار. البطاطا. احكي للمتابعين عن تجربتك بما انه انت مش اول مرة هون. ثاني مرة، انا هني عشرة عمر. عشرة حافظ البلد عن غيب. ثاني مرة بتجي، كيف حاسس لغتك؟ تحسنت؟ كيف؟ احكي للمتابعين، لكل حدا حابب ينضم وحابب يجي يجرب هاي التجربة. شوي شوي الواحد بيتقدم في الحياة، يعني مش كل خبط لزق. صح. شوي شوي مع الناس مع الحياة بتبدا تتأقلم معهم هني انت. والله انا جيت على المدرسة هذي السنة الفاتت في شهر 7 وشفتها مدرسة زينة كليانتي بتساعد البني ادم. وقررت ارجع لي السنة هذي كمان عشان نقوي اللغة كمان اكثر ونتقدم في الحياة من برنا وراء. وكيف ايه لاقي السكن؟ انت طلبت سكن جامعي ولا ساكن مع عيلة؟ لا ساكن مع عيلة. في بيت. فايزة مدللتني، فايزة مدللتني حبيبة قلبي. عن جد المدرسة بتجنن، طلعوا دايرين بالهم علي، جابوا لي اشي اشرب وجابوا للطلاب عبيدة وامام. ثانك يو فايزة حبيبتي. عبيدة بتشجع الطلاب العرب من فلسطين يجوا يتعلموا هون حتى لو هن لحالهم بجيل صغير؟ ما يخافوش. لا ما يخافوا منيش، هني الحياة حلوة. جماعة first of all nice to meet you. Nice to meet you. I'm not mafia. I'm scared of you. خايفة مني، انا مافيا. Just please tell my followers about the IELTS here in Newcastle International School. Today we had 5 students in the class and we did a practice خمسة كنا. Speaking class where we broke it down into different parts. The students enjoyed talking about education. We brainstormed ideas together, we learned new vocab. جماعة الخير فادي بدوش يبين بس اسمعوا هو حلق وحياه الله اقسم بالله ما عرفتوش. لا وجاي ياخذنا من المدرسه قال طاير وين هيلعب يلا. اياد وفادي مدير المعهد نيوكاسل. من وين اصلك؟ قول لي. فلسطيني انا مدير السبع. سبعه متابعيني مدير السبع اذا بتعرفوه ابعتوا لي هيك انبوكس على السريع اذا حدا منكم بيعرفه. اذا الدم بتحرك هيك بس شافوا. والله بنحب نحكي لهم احنا فلسطيني كثير لما تعرفنا على الاخت سجود. الله يسعدك. فعلا هي بني ادم كثير رائع وكثير منيحه. والله يوفقها ويوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله امين يا حق. امين.